بأرباح تتعدى 100 مليون سنويا، كيف ينتعش اقتصاد الأهلي من الاستاد الجديد؟ معكم أنا نور الصباح، أهلا بكم. جماهير النادي الأهلي تعرف جيدا أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يبذلون أقصى جهد لهم حتى يحققوا كل طموحات الجمهور الفترة القادمة، ولأجل أن يكون دعاية قوية جدا للمجلس في انتخابات النادي المقبلة. ومن ضمن طموحات الجمهور الأهلاوي بناء استاد جديد يحمل اسم النادي، وتقام عليه مباريات الفريق، وليس فقط الفريق الأول لكن فريق الأهلي في مختلف الأعمار السنية وأيضا تدريبات الفرق. حقوق تسمية الاستاد تعتبر من الحقوق الضخمة التي ستمنح النادي عوائد مالية كبيرة جدا. وشركة الأهلي بعثت بكراسة الشروط لثماني شركات عالمية موجودة في السوق المصري حتى تستطيع الشركات هذه أن تترشح للحصول على حقوق التسمية الخاصة بالاستاد الجديد قبل أن تستكمل الشركة المشروع وتطرح جميع الحقوق الخاصة بالاستاد. حقوق التسمية فقط ستكون عائدا جيدا جدا للنادي، وستمنحه أرباحا سنوية من الممكن أن تصل إلى 10 ملايين جنيه في السنة الواحدة. هذا بالإضافة للأرباح التي ستدخلها المحلات وتذاكر الماتشات والفندق الذي سيتم بناؤه داخل الاستاد، الذي ستكون سعته حوالي 50,000 مشجع، والذي سيستقبل الفريق في معسكرات قبل الماتشات في مختلف البطولات. هذا بالإضافة إلى نسبة 100% من إجمالي الأرباح من مبيعات التذاكر، سواء بالنسبة لماتشات فريق الكرة أو فرق اليد والطائرة والسلة بالنادي، وليس فقط الماتشات، كما أن الأرباح الخاصة لتذاكر التدريبات والمباريات الودية ستكون من ضمنها. استاد الأهلي الذي يبنى حاليا في مدينة الشيخ زايد يقوم ببنائه مجموعة من المستثمرين من رجال الأعمال الذين سيحصلوا على نسب من العوائد بعد أن ينتهوا من بنائه. استاد الأهلي سيكون موردا أساسيا لأرباح وإيرادات ستتخطى 100 مليون جنيه مع بداية السنة الجديدة، خصوصا في حال عودة الجماهير للملاعب، وبالتالي هذا سيسهل جدا على الإدارة فرص شراء صفقات قوية لفريق الكرة أو الألعاب الأخرى. من المكاسب التي سيحصدها الأهلي في حال بناء استاد الجديد تخصيص تذاكر خاصة لمتحفه الذي سيكون موجودا بالملعب، والذي سيضم جميع الكؤوس والبطولات التي حصل عليها النادي طوال تاريخه، بالإضافة لعمل مجسمات لأهم اللحظات في تاريخ النادي وبانوراما الأهلي.